محمد الشناوي حارس مصر الأول من وجهة نظر حضرتك؟ من وجهة نظر مدير المدرب الحراس لمنتخب مصر. بس حضرتك شايف ان انت اللقب دوت مش بتؤمن بيه ان هو حارس مصر الاول او الحارس الثاني؟ ليه هو حارس مصر الاول بدليل ان هو اللي بيلعب، لكن انا كاحسان الموضوع بيختلف. النهارده حارس مرمى مصر ده لازم يبقى جزء من الحضر، اخطاء قليله، اكتساب خبرات، انه ماتش عن ماتش يزيد، مش هو المستوى. النهارده الشناوي نفس الاخطاء اللي كان بتحصل فيه اول ما جه من بتروجيتي للنادي الاهلي ما زالت هي الاخطاء، مفيش تصحيح ليها، وده مش خطا الشناوي. المدرب النهارده مين اللي ماسك؟ مسؤول المدرب، هو اللي اشتغل صحح اخطاء الراجل. بالك في اخطاء كتير لحراس المرمى في مصر، مش اخطائهم، هي اخطاء تدريبيه. هو النهارده ليه هو واقف تحت الثلاث خشبات وخروجه من تحت الثلاث خشبات لكرات العرضيه اليه؟ مش الشناوي، انا بتكلم على الحارس عامه، مش الشناوي، لكن انا بتكلم على الحارس عامه. فين تصحيح اخطاء حراس المرمى من مدربي حراس المرمى؟ ايه الاخطاء اللي شايف بالنسبه لمحمد الشناوي متكرره وما اتصلحتش؟ واكيد في حاجات اتصلحت. لا هو اكيد الولد بيشتغل على نفسه ومركز، ما شاء يعني بحس الله ان اللعيبه مش بيتكلم كتير، لكن ملوش سوشيال ميديا تصريحات. التصحيح مش بتاعه هو التصحيح بتاع مدرب الحراس. ايه الخطا ممكن بنتكلم ان يعني كان في بعض ماتشات، ممكن في مواسم قبل كده كان ممكن ساعات بيخرج بطريقه البعض كان بيشير الى ان هو بقى عنده ثقه زايده، فممكن بيطلع في توقيت غلط. اخطائه في التفاهم والتجانس بينه وبين الاثنين اللي قدامه، الثيرد باكات فيها محتاجة أعاد مع بعض كلام، لغة حوار بين الحارس والناس المجموعة اللي قدامه. الشناوي لو ظبط التايم بتاع خروج من تحت ثلاث خشبات سواء الكرات العالية أو الكرات الملعوبة خلف المدافعين، ودي متكررة الخطأ فيها، أعتقد أنه هو مستواه هيعلى عن كده.